خدنا السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده مع محمد السبعي. الحلقه ديالنا ديال اليوم فيها جوج ديال المحاور كبرى. المحور الاول فرنسا وكيفاش اليوم كتلعب على المغرب وكذلك على الجزائر وبغات تشد العصا من الوسط. مجموعه من الاشارات نشرت يعني عبر قناه رسميه ديالها، نشرت خريطه المغرب كامله لاول مره وكأنها تريد أن ترسل إشارات إلى المغرب، يعني أنا راه مع المغاربة، شورو ما تخلعوش، رانا مع مغربية الصحراء وشي قوالب بحال هادو. إضافة مر واحد القناة فرنسية كان استدعت فرحات مني رئيس الجمهورية ديال القبائل وجابته حتى البلاطو وحطته في البلاطو اللي هي سي ان نيوز التابعة لكانال بلوس، هما يقولوا لي اسمح لينا ما غاديش نكملوا معك المقابله لانه جاتنا شي اوامر من الفوق باش تبين الجزائر كذلك بانني راني درت لك خاطرك واستجبت للطلب ديالك بانني باش ما نصطادش فرحات مني. شوفوا القالب اللي لعبه عليه اليوم فرنسا. فرنسا بدات كتفرش في المنطقه، غادي نهضروا شويه على هذا الموضوع كاملا. كذلك عندنا محور اخر، حزب اخر، ماشي ذاك الحزب الاشتراكي الديمقراطي التونسي اللي كان هاد الايام يعني استضاف واحد الوفد من البوليساريو، حزب اخر كبير هذه المره في تونس مؤيد لقيس سعيد، التقى بوفد من البوليساريو والاكثر من ذلك هو انه اعترف بما يسمى بجمهوريه الوهم، جمهوريه القياطن والعجاج. حلقه جد مهمه، تبعوها معنا من الاول حتى الاخر، فيها كذلك شنويطات وسنتطرق كذلك لاعتقال انور مالك المعارض الجزائري في مطار تركيا واطلاق سراحه فيما بعد. حلقه مهمه تبعوها من الاول حتى الاخر. مشينا مع محمد السباحي. انور مالك له واحد التدوينه اللي هو معارض جزائري، واخيرا ولله الحمد رجع لوليداته فرنسا بعدما تم ايقافه في مطار تركيا، وكتعرفوا نتوما كون تم ترحيله الى الجزائر اشنو غادي يكون يوقع فيه. عرفت الايام والليالي السوداء اللي غادي يتلقاها من الجنرالات والكابرانات. هو مطلوب اليوم الاعتقال ديالو. كنا تساءلنا زعما صراحه البارح تساءلنا واش تركيا تقدر دير هذه الفضيحه وهذه المجزره الحقوقيه في حق انور مالك المعارض الجزائري، ولكن تبين اخيرا انه تم اطلاق سراحي ومشى لفرنسا ولاح واحد التدوينه كيقول راني في فرنسا. بينا نقولوا ليه على سلامتك وعلى سلامه وليداتك، رغم انه كان واحد الوقيته يعني مجموعه من المغاربه كيجبدوا لنا فيديوهات قدام ديالو حينما كان يدعم البوليساريو وكذا، ولكن نقول لكم لا يا اخوان، الحكمه او العبره بالخواتم. السيد ممكن فعلا يكون انه كانت عنده اراء في البدايه انه يدعم البوليساريو، ولكن من اللي بحث في التاريخ وعرف الحقائق والوقائع عرف بان هذه الحويجات ما منهاش هي، ولهذا تخلى عن الفكره ديال دعم الاطروحات الانفصال في المغرب وبدا كيدعم المغربيات الصحراء. يعني بلا ما نتكلموا على هذه المواضيع الاخوان، ونمشيو لفرنسا. فرنسا سيدي عبر قناه الخامسه اللي هي قناه رسميه فرنسيه لاول مره تنشر خريطة المغرب كاملة. في هذه الوقيته بالذات لي ماكرون قال غادي يجي في الاخر الشهر المغرب، لحد الان المغرب لم يعلق واي قناة دبلوماسية او رسمية سواء فرنسية او مغرب لم تعلق، فقط لقاء في الشارع ديال ماكرون قال لهم راني غادي نجي للمغرب في شهر 10. اشارة كيتلوحها فرنسا للمغرب باش يهمد اللعب شوية. عارف الحساسية ديالنا حنا هي مغربية الصحراء، عارفة حساسية المغاربة من الخريطة كاملة. هذه الأيام تم النقاش في المغرب على الخريطة المبتورة اللي جات من فرنسا إلى مدارس تابعة للبعثات الفرنسية في المغرب، وكان نقاش كبير واستنكار كبير سواء من المغرب سواء من أجهزة الدولة. اليوم ماكرون قال أجي ندير الخاطر للمغاربة، نرمي اليوم هذه الصوره سيدي في التلفزيون وراه غادي يفرحوا بها. شوف حنا داخل هذه القناه والله ثم والله ملي شفنا هذه الصوره عرفنا مناوره جديده من فرنسا، قالب من فرنسا، فرنسا التي اليوم اصبحت تفقد مكانتها في افريقيا، اسهمها تحف مجموعه من الدول الافريقيه،
دول إفريقية بدأت تتخلص بالموروث الاستعماري الفرنسي. فرنسا اليوم بدأت كتلعب على الحبلين في علاقتها مع المغرب والجزائر. المغرب لحت لي هذه الخريطة، ماكرون مباشرة بعد عودته من الجزائر قال لهم راني غادي نجي عندكم في الاخر ديال اكتوبر، يعني ما تقلقوش حتى نتوما المغاربة، حنا لا اهلا ولا سهلا بك الماء والشطبة. واتحدى ماكرون انه ينزل في شي شارع مغربي ويشوف واش غادي يجرى ليه كما جرى ليه تما في الجزائر. والله ثم والله واثق في المغاربه، وان كنعرف بان المغاربه ما غاديش يخيبوني في هذه القضيه. ينزل في شي شارع مغربي وحجم الصفير والشتم اللي غادي تلقاه مكاكرون من المغاربه، لانه كيلعب على الحبل ديال مغربيه الصحراء. وتكشف ماكرون وفرنسا تكشفات الاوراق ديالها، مشات مع الجزائر كيلعب نفس المناوره. سي ان نيوز قناه اللي تابعه القناه بلس كانت استدعات فرحات حشاد، فرحات مهني ماشي فرحات حشاد المناضل التونسي، فرحات مهني رئيس جمهوريه القبائل باش يدير واحد المقابله تلفزيه معها. هاد المقابلات التلفزيه اللي كانت كديرهم فرنسا ديجا مع فرحات مهني سواء في فرانس 24 مجموعه من القنوات التلفزيه ديالها كانت تثير يعني الغضب ديال النظام ديال الكبرانات ديولها في الجزائر. هذه المره جابته اسيدي وقفاته في البلاطو، ومن بعد قالت ليه كنعتذر. كما كنشوفوا في هذه الصور اللي فرحات مني كيحتج على الطاقم ديال البرنامج والطاقم ديال القناه، قال ليه المذيع ربما انا ما لا املك موقفي وقراري اعذرني، ربما تكون ضغوط جزائريه هي السبب في ايقاف هذا البث ديال هذا البرنامج. اذا الجزائر في نفس اليوم قناه ديالها كتنشر خريطه ديال المغرب كامله وقناه اخرى تطرد فرحات مني منها، يعني في نفس الوقت كدير الخطر لهذا ولهذا. لعبتك مكشوفه يا فرنسا، القلب ديالك مكشوف وما غاديش تبقاي دوزيها بينا. اليوم نرجعوا لتونس، الدوله التي اصبحت ضعيفه جدا ولا تملك قراراتها. فبعد استقبال ابراهيم غالي من طرف قيس سعيد في المطار وفي قصر قرطاج، بعد كذلك استضافه الحزب الاشتراكي الديمقراطي القومي التونسي لبعثه من البوليساريو، بعد استضافه يعني مخيم المناخ او يعني مخيم المناخ لبعثه من البوليساريو كذلك، اليوم ياتي الدور على حزب جديد يتعلق بالامين العام للامين العام لحركه تونس الى الامام عبيد البريغي، اللي استضف واحد المبعوثه واحد المفاده من البوليساريو وقال بانه يعترف بالبوليساريو متضامن مع البوليساريو وكذلك يتبنى موقف تقرير المصير. اذا اليوم تونس كتعطينا الصدمه بحال هي عند راسها كتعطي الصدمه للمغاربه. حنا كنقول لك والله ما مسوقينك، لا فرنسا لا تونس لا موريتان لا مجموعه من الدول الصغيره الضعيفه. اليوم المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، اعترف ولا لا كاع تعترف هذاك الاعتراف ديالك الا كان غادي يجيب لك واحد الكميشه ديال الفلوس من عند الجزائر فبصحتك انت، وهلا يرد هذاك الجزائر وهذاك الشعب الجزائري اليوم اللي ما بغاش يعق القلب، لان سنوات من التنميه مشات من بلاده فقط بهذا المشكل ديال البوليساريو. كتقول الوكاله ديال الانباء ديال جمهوريه القطن تمحور هذا اللقاء حول موقف حركة تونس إلى الأمال الداعم للقضية الصحراوية ولحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وهو الحق القانوني الذي لا يسقط بالتقادم. وعبر البريغي عن متابعته لتطورات القضية الصحراوية في ظل تغييرات إقليمية ودولية بالغة الصعوبة. يعني تونس كتوجد لنا زعما الصدمة بشوية، ها حزب اعترف حزب آخر اعترف، جبناهم لهذا الملتقى جاو لهذه القمه ديال تيكاد باش تنزل الحكومه التونسيه الا كانت غدار شي حكومه اخرى او هذا مع الله اعلم هذه الحكومه الغير الشرعيه في تونس، ربما انها غادي تعترف رسميا ودوله تونس غتعترف رسميا بالبوليساريو. اشنو وقع بالضبط باختصار؟ قيس سعيد ما عندوش حزب ديال هو، يعني
جاء من الجامعة، جاء إلى رئاسة تونس، ما عندوش تجربة سياسية سابقة، ما عندوش مظلة ديال الجيش والعسكر التونسي، ما عندوش مظلة ديال الحزب، ما عندوش ديال مظلة ديال شي منظمة كبيرة جماهيرية عندها امتدادات في الشعب. شنو المظلة اللي كاينة عنده؟ لقى أن مظلة الجنرالات والجيش الجزائري هي المظلة اللي ممكن يعني تحميه من حر يعني هاد الجماهير وهاد الاحتجاجات وهاد هاد السخونية اللي نايضة بزاف في تونس ديال غلاء الأسعار. لقى المصير يعني لقى الضالة ديالو في هاد المظلة ديال كبرانات تونس. خدنا نهاية ديال الحلقة ديال اليوم، ما تنساوش الدعم ديالنا بأبوني واشتراك في الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع محمد السباحي.